فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حكم من ألبس جدار مجلسه ستائر تغطي حيطان المجلس الأربعة علما بأنه ليس فيه غير نافذة واحدة؟ تركوا تلبيس جدر ستر أولى وأفضل لحديث إن لم نؤمر أن نغطي الجدر، لكن ليس فيه محذور، ليس بمحرم، لأنه لم ينهى عنه ما علمنا، وإنما ذلك جائز وتركه أفضل، فلا حرج في ذلك إذا جعله إما للزينة وإما لترك الغبار وإما لأسباب أخرى، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن تركه أولى. بارك الله فيكم.